أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في نشرة هذا المساء. لا يبدو وأن موقف المملكة الأردنية الهاشمية أقل وطأة من موقف الفلسطينيين، فلاءات ثلاث لا يزال يمسك بها العاهل الأردني، لا للتوطين ولا للوطن البديل ولا لسحب الوصاية الهاشمية من القدس. بعض الإسرائيليين ينظر بخطورة لنتائج صفقة القرن على مستقبل الهدوء في الأردن ومعاهدة وادي عربة للسلام. يقف الأردني حائرا بين لاءاته الثلاث وبين ضغوطات سياسية واقتصادية وتبعية لا يمكن إنكارها للولايات المتحدة. لا بل موقف عربي هش لم يملك سوى بيانات مرحبة بصفقة القرن الأمريكية. الحديث يدور عن مصر والمملكة السعودية صاحبة المبادرة العربية للسلام، والتي تختلف فيها المعايير السياسية عن الخطة الترامبية لحل الصراع. كلا، واضح جدا للجميع. اللاءات الثلاث، لا للوطن البديل، لا للتوطين، لا لصفقة القرن، خرجت واضحة من الملك الأردني قبل إعلان الصفقة الأمريكية الإسرائيلية. أما بعد إعلانها فالسيناريوهات تفتح، والتخوف الإسرائيلي من جارته الأردن التي تخشى على حدودها بعد انبثاق الخطوط العريضة للصفقة التي ستجرد الأردن من حدودها الشرقية المتاخمة للحدود الإسرائيلية، وستصبح تحت السيادة الإسرائيلية ودفاعاتها الشرقية. أعتقد أن ما يعول عليه الأردن هو صمود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأعتقد أن هناك تنسيق عالي المستوى كعادته بين القيادة الأردنية والقيادة الفلسطينية بهذا الخصوص. فعامل الزمن الذي سيحدد الواقع الجديد للجغرافيا الأردنية التي تتشابك مع العامل الديموغرافي، حيث سينعكس سلبا على الأردن المستقبلة للاجئين الفلسطينيين. فالخطة الأمريكية الإسرائيلية مفرغة من حق العودة للاجئين، ما سيؤدي لنزع شرعية قرارات المملكة الأردنية القائمة على مبدأ العودة، ما سيجعل الخيارات مفتوحة أمام الأردن. إما تبني عقيدة الجيش الأردني، وهو أن الجيش الإسرائيلي على الحدود الشرقية هو العدو، وإفراغ اتفاقية السلام مع إسرائيل من مضمونها، أو جلوس الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وهذا الأمر مرهون للوقت مع نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وخصوصا أن الأردن تعاني من أزمة اقتصادية متفاقمة. والشق الاقتصادي من الخطة يخصص مبلغا بقيمة 7 مليارات دولار إلى الأردن، وهناك من يرجح سيناريو آلية الضغط التي ستمارس عليها في الجانب الاقتصادي، خصيصا أن دولة الإمارات التي شارك سفيرها في مراسم إعلان صفقة القرن قدمت المساعدات المالية هي والسعودية في عام 2018 إلى الأردن. ومن هنا نرى أن الدول العربية لم يعد الملف الفلسطيني في سلم أجندتها، وإنما تدعو الفلسطينيين لبحث بنود الصفقة، على الرغم من أن القمة العربية ستعقد في الأيام القليلة القادمة بناء على دعوة المندوبية الدائمة لدولة فلسطين. فيما يتساءل الشعب الأردني والفلسطيني إن كانت ستخرج بصفر نتائج كما سابقاتها. في هذا النقاش رحب بالمستشار السياسي السابق والكولونيل المتقاعد دكتور جاك نريا، مرحبا بك معنا في الاستوديو. ينضم إلينا دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن عبر خدمة سكايب. مرحبا دكتور شرقاوي. دكتور نصير العمري الكاتب والمحلل السياسي من نيويورك، وعبر خط الهاتف من موسكو المحلل الروسي سيد أندري أنتيكوف. دكتور نصير دعني أبدأ معك، هل سيواجه الأردن صفقة القرن رغم القبول العربي الخليجي لما أتى بها؟ يعني الأردن قيادة وشعبا اليوم في الحقيقة ينظرون إلى انتهاء الحل السلمي للقضية الفلسطينية. انتهى حل الدولتين، ومعاهدة السلام بين الأردن وإسرائيل كانت قائمة على أساس حل الدولتين، وأن كل ما يجري في الأردن يعني هو عبارة عن انتظار لأن يكون هناك حل. اليوم طبعا هذه الصفقة التي تعتبر فعلا استهزاء بالشعب الفلسطيني هي إنهاء لحل الدولتين، ويعني أظن بأن الهدف منها هو فعلا أن يكون هناك إجراءات لما بعدها. هم يعلمون بأن الفلسطينيين سيرفضونها، ويعلمون بأن الأردن سيرفضها، وأظن بأن الهدف منها، مما يثير التساؤل يعني إذا كنت تعلم بأن الفلسطيني سيرفضها والأردني سيرفضها،
إذن ماذا تريد من هذا الرفض؟ أظن بأن اليمين الإسرائيلي يريد من هذا الرفض هو فرض الواقع على الفلسطينيين وعلى الأردن بحيث إنهاء يعني القضية الفلسطينية وإنهاء السيادة على القدس والتفكير بما بعد ذلك، وهو فعلا أن تكون الأردن هي فلسطين، وهذا ما يخيف الأردن، وأظن بأنه مرفوض في يعني القيادة الأردنية رفضت ذلك والشعب الأردني رفض هذا الخيار. طيب دكتور شرقاوي، ما هي انعكاسات عدم وجود توافق عربي في إطار هذه القضية، قبول نوعا ما مصري سعودي إماراتي بهذه الخطة ورفض أردني وفلسطيني؟ هناك أمران أساسيان. الأمر الأول أن كل الضغوط الخليجية الآن أصبحت في خبر كان، ويبدو أن الأردن ودول عربية أخرى تمسكت بتشكيكها منذ البداية في ثنايا صفقة القرن، وبالتالي تبين الآن أنها لا في صالح فلسطين ولا في صالح الأردن. الأمر الثاني وهو الأخطر في نظري، وقد عودنا ترامب أنه يحسن الانتقال في إدارة أزمة بافتعال أزمة أخرى، فيعلن الآن صفقة القرن، يطلق يد اليمين الإسرائيلي باتجاه غور الأردن، فيفتح جبهة جديدة للصراع بدل إنهاء المواجهة الأصلية بين الفلسطينيين والإسرائيليين. الأخطر ما في ذلك أن الأردنيين الآن أصبحوا على قناعة ربما شبه تامة بأن اتفاق عربة أو اتفاق وادي عربة لم يعد يتناسب مع هذه المرحلة، وأن إسرائيل لم تلتزم به ولا تلتزم به الآن تحت هذه الوصاية الترامبية. إذا الآن نبعثر كل الأوراق، نكسر ميزان القوة الهش أصلا في المنطقة، وتصبح المواجهة الآن على عدة مسارح سياسية، وأخشى أن لا ننتقل إلى مرحلة المواجهة، لأن الآن أصبحنا الآن أمام صراعات سيادية، كل يتمسك بشبر أرض في منطقة ضيقة. أخشى أن ترامب الآن لم يفكر ماليا في مضاعفات صفقة الأرض باتجاه الأردن وباتجاه عاصمة أخرى، وربما قرأ في المواقف الإماراتية والبحرينية والعمانية أكثر مما تستحق. نعم، من موسكو سيد أنتيكوف، ماذا يعني بيان الكرملين بأنه يريد دراسة صفقة القرن الأمريكية التي طرحها نتنياهو على الرئيس بوتين اليوم في لقائه الثنائي؟ بكل تأكيد موسكو تعود أن تدرس هذه الاقتراحات، وكما تعلم هناك 180 صفحة لهذه الاقتراحات، فيجب على موسكو أن تدرس كل ذلك وتشكل موقفها الرسمي وموقف ذو التفاصيل. ولكن في نفس الوقت كذلك هناك تصريحات روسية واضحة تماما، وكان هناك تصريحات روسية قبل إعلان الصفقة بأن هذه الصفقة، هذه الاقتراحات الأمريكية تتجاهل المصالح الفلسطينيين. هذا الجانب. الجانب الآخر، هناك تصريحات روسية تقول بأن على كل حال ليس على روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول اتخاذ القرار بخصوص يعني عملية السلام أو يعني الحل ما بين الدولتين، بل على فلسطين وإسرائيل أنفسهما. فلذلك القرار يرجع ليس إلى موسكو، ليس إلى واشنطن، بل إلى فلسطين وإسرائيل. وأنا أعتقد برأيي الشخصي هذه التصريحات الروسية حول النية لدراسة هذه الصفقة، أنا أعتقد أن طبعا سيكون لموسكو دورا فاعلا في إطار هذه القضية سيد أنتيكوف، بما أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس طلب ذلك شخصيا من بوتين في الزيارة الأخيرة، وأيضا لبوتين علاقات جيدة مع إسرائيل. أنا أعتقد أن صحيح، ولكن أنا أعتقد موسكو تقف على جانب الفلسطينيين في هذه القضية. وأنا ذكرت وأنا أود أن أشير إلى أن هناك بعض الاقتراحات في الأمريكية هي الاقتراحات البناء، ولكن هذه الاقتراحات تتعلق بالمشاريع الاقتصادية لتطوير الاقتصاد الفلسطيني، لكن أما ما يخص الحل السياسي أو ملامح الحل السياسي فطبعا هي ملامح التي تخالف وبشكل قوي جدا الموقف الروسي الرسمي، والموقف الروسي مبني على قرارات لمجلس الأمن للأمم المتحدة، كذلك المبادرة العربية وإلى آخره. المبادئ يعني معروفة، الحدود
في عام 1967 قدس الشرقية عاصمة فلسطين، يعني حل قضية اللاجئين وإلى آخره. وهنا هذا الموقف الروسي، فأنا أعتقد أن روسيا ستدعم الفلسطينيين في إطار مجلس الأمن للأمم المتحدة، ولكن في نفس الوقت لو سمحت، في نفس الوقت أنا أعتقد أن نحن فقط يجب أن ننتظر، نحن بحاجة إلى مزيد من الوقت بسبب أن هذه الصفقة هي بالأساس صفقة الفشل. طيب سأعود إليك في إطار هذا الموقف الروسي. سيد جاك، أنتقل إليك، يعني كيف سيطبق الأمريكيون والإسرائيليون صفقة القرن بعد طرحها؟ هذا أنا خلاف أصحابنا بالبرنامج، أنا أفكر أنه في تغيير جذري على الأرض، وحل الدولتين موجود، يعني أنا عاشود ترامب عن جديد، لأنه لأول مرة بتاريخ إسرائيل رح يعترف، اعترف رئيس حكومة إسرائيلي بضرورة حكومة أنه يكون في دولة فلسطينية، هيدي موجودة مكتوبة، وهيدي أول شيء، يعني حتى هو رئيس حكومة من اليمين، رابين ما قاله قبله، أود أولمرت ما قال قبله، أود بارك ما قال قبله، ما حدا قال قبله، حتى من باجين لا نتنياهو ما حدا قال إنه. أنت كنت مستشارا لرابين وجلست مع عرفات. كان الحديث دون حكم ذاتي. إذا كنت تطلع تاني شيء، تطلع على الوضع، على الخريطة اللي حط ترامب على الأرض، وعلى الخريطة اللي كانت بآخر اتفاق بين إسرائيل والفلسطينيين ب 1995، بتشوف إنه الفرق مش كبير، يعني الوضع على الأرض، الفلسطينيين السلطة الفلسطينية كان فهمان مثلا إنه أغيال، وأنه الشرقي القدس، وأنه المستوطنات الإسرائيلية الموجودة على الأرض مش ممكن أنه تهزها من مكانها، لأنه في تقريبا 600 ألف إسرائيلي، مش معقول أنه يكون فيه، يعني الحل رح يكون غير شيء. بهالسبب يعني واحد ما يفكر أنه الفلسطينيين ما كانوا فهمين شو هو الواقع. يعني شو ردود الفعل على الفلسطينيين؟ الفلسطينيين أنه اليوم قالوا أنه إسرائيل رح تضم المستوطنات وغور الأردن. اجوا الأمريكان قالوا على مهلكم، مش رح يصير في شيء قبل ما يكون في بيننا تنسيق، وهذا التنسيق هذا رح ياخذ وقت لهالسبب. يعني خلينا نحن شوي صغير نهدئ الوضع ونشوف ونجرب نحله عن جديد. اكيد انه رد الفعل الاكبر هو على الأردن، بس لما بتطلع على الأردن، بس تطلع على العالم العربي، العالم العربي منشق، منقسم، هذا ما في واحد طلع ضد صفقات القرن. حتى المصريين والسعودية قالوا هذا أساس للنقاش، يعني العالم العربي زهق من القضية الفلسطينية كما هي، وكل الكلام اللي سامعينه عن جديد، كل الترتيل اللي كان عن الماضي، اليوم مش الواقع. كل دولة عربية في عندها مشكلة اليوم. تطلع على يمينك من لبنان لسوريا للعراق للسعودية مع الحرب مع اليمن، الإمارات من جهة، تاني جهة ليبيا يعني خربت، والجزائر في مشاكل. يعني العالم العربي بيضطرب بيطلع على حاله قبل ما يكون في ذلك. ولكن دكتور جاك، فقط للتعقيب، يعني في المبادرات السابقة لم يتم الحديث عن قدس موحدة، ولا أنضم غور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وهذا هو الفارق الفلسطيني. لما حطينا خريطة الاتفاق بأوسلو آخر واحد مع الفلسطينيين، كان غور الأردن ما كان في شيء، يعني ما كان منتسب لإسرائيل أكيد، بس كان ما كان قدس موحدة، بس كنا نحكي نحن مع الفلسطينيين عن 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 شركة بالحدود، يعني كان في فلسطين على الحدود مع علم فلسطين على الحدود، بس مش بالغور. طيب دكتور شرقاوي، أعود إليك، كيف سيطبق الأمريكيون صفقة القرن؟ هل يعولون على الأطراف العربية التي رحبت ببيانات لهذه الصفقة؟ يبدو أن صفقة ترامب الآن تعاني سكيزوفرينيا سياسية وميدانية، بمعنى أنها توحي في العنوان بشيء، لكن في التفاصيل تقدم شيء آخر. وإذا تأملنا في الخارطتين، خارطة فلسطين وخارطة إسرائيل حسب تصور ترامب، نجد أن كل ما سيتحول في من الناحية العملية هو جمع الفلسطينيين في كانتونات تحت رقابة قواعد عسكرية أو ما يسمى بقواعد استراتيجية إسرائيلية، وبالتالي فتح طريق واحد لهم إلى البحر. غير ذلك نرى أنه وإن تحدث ترامب عن قدس وعن عزمه تأسيس سفارة أمريكية في القدس الفلسطينية،
يبدو أن الحديث هو عن أبو ديس وليس القدس بالمعنى الذي يفهمه الفلسطينيون وبقية العرب. ويمكن أن نضرب عدة أمثلة على أن هناك نوع من عدم ترجمة الحقائق في عنوان الصفقة ضمن تفاصيلها الدقيقة وكيف ستتحرك الجغرافيا السياسية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، وأيضا عدم وضوح فكرة الدولتين. فأحيانا كما يقال في المثل يعني نقف عند ويل للمصلين ولا نكمل بقية الآية. فالآن عندما نتأمل، وأنا من الذين درست الخارطة بتمعن بمنطق الأزمات وتسوية الصراعات، كنت آمل حسب تصريح ترامب أن هناك حل عملي لحل الدولتين، لكن عند التفاصيل تتراجع هذه النوايا ونصبح الآن فقط في نوع من إعادة الطبخة. لا نطبخ شيء، لا نقدم شيء في الميدان، لكن نفتعل نوع من الضجيج الإعلامي. وأعتقد أن الفلسطينيين هم أدرى من غيرهم بأن هذه الخطابية الترامبية الليكودية في البيت الأبيض عندما تأتي إلى الميدان لن يقبلها الجانب العربي. دكتور نصير، هل عدم توافق التفاصيل العريضة والبنود العريضة لما طرحه ترامب بالتفاصيل الضيقة داخل 80 صفحة التي تحدث عنها دكتور شرقاوي ستفشل هذه الصفقة برأيك؟ أظن بأنه لا يمكن لهذه الصفقة أن تتم، لأنه على الأرض تم تغيير الحقائق على الأرض. عشرات مئات آلاف المستوطنين هؤلاء في الحقيقة وواقعيا أزالوا خيار الدولة الفلسطينية. وما يعرض اليوم هو لا دولة، هو ما يعرض حتى يعني ولا يعرض على الفلسطينيين أي نوع من الحقوق المتساوية مع الإسرائيليين. إذا هذه الصفقة لا تحل مشاكل الفلسطينيين بل ستضاعفها، ولكنها أيضا لن تحل مشاكل إسرائيل. عندما يكون لديك 5 ملايين فلسطيني من البحر إلى النهر ولا تعطيهم حقوق متساوية لأنك تقول أن هذه دولة يهودية، ولا تعطيهم دولة مستقلة، ولا تعطيهم أي نوع من الحكم الذاتي العملي، إذن ماذا تريد أن تفعل بخمس ملايين فلسطيني؟ لا تريد حل الدولتين ولا تريد حل الدولة. هذا فعلا يعني لا يبقي إلا خيار واحد، وهو ما يفكر به اليمين الإسرائيلي المتطرف، وهو أن يكون هناك دولة وطن بديل. وهذا هو خوف الأردن، وهذا هو ولهذا السبب يرفض العالم هذه الخطة وترفض الأمم المتحدة هذه الخطة. هل يملك الأردن دكتور نصير وحتى الفلسطينيون أوراق ضغط أو حتى أوراق دفاع عن هذه الخطة في ظل الموقف العربي الذي تحدثنا عنه بأنه موقف مؤيد للصفقة؟ يعني الشعب الفلسطيني والشعب الأردني هذه شعوب لديها خيارات. القيادات اليوم تصرحت بأنها ترفض هذه الصفقة، القيادة الأردنية والقيادات الفلسطينية سواء حماس أو يعني أو السلطة الفلسطينية. ولكن لا يمكن إنكار تبعية الأردن للولايات المتحدة الأمريكية دكتور نصير، وتبعية الأردن أيضا اقتصاديا لبعض الدول الخليجية والعربية التي لازالت تمول الجانب الأردني. والله يا أستاذ مهند، الملك ربما يكون يتبع للأردن، الشعب الأردني لا يتبع لأحد، ولا والشعب الفلسطيني لا يتبع لأحد. وهذه القيادات تحاول أن تتفاهم مع إسرائيل وتتحاول أن تتفاهم مع ترامب بأنها مجرد قيادات تعكس ما يريد الشارع، ولكن الشعوب ستتجاوز هذه القيادات إذا لم تتخذ إجراءات لوقف هذه التصفية للشعب الفلسطيني وتصفية لخيار الدولة الأردنية. وأظن بأنه لحد الآن ما زال الحديث، يعني هذه القيادات تحاول أن تناقش السيد ترامب، ولكن الشعوب إذا كانت إسرائيل تراهن على أن الفلسطينيين والأردنيين سيقبلوا بمثل هذه الحلول التي تستهزئ بهم، فهم في الحقيقة يعني هم يعيشون في عالم الخيال، لأن هذه الشعوب لها حق الحياة، وهذه الصفقة تسلب منهم أي حق، حتى ولا حقوق مدنية ولا حقوق اقتصادية ولا حقوق سياسية. دكتور جاكرتا تعقيب قبل أن أنتقل سيد أبتكوف. كل الأفكار هذه الغريبة، نحن طلعنا من غزة 2 مليون فلسطيني موجودين بغزة، شو هن شذ من فلسطين من إسرائيل؟ هن برا، هن تحت حماس، هيدا أول شيء. ثاني شيء، كل المدن الفلسطينية موجودة تحت حكم ذاتي فلسطيني مع باسبور فلسطيني وهوية فلسطينية. على شو هالحكي؟ وين الضم؟ ده إسرائيل ما بدها تضم خمس ملايين فلسطيني جديد. لا يعني هذا حكي خراف.
هذا اسرائيل طالبه انه يكون في دوله هلانيه اللي اعترفت انه راح يكون في دوله فلسطينيه وانه في الدوله الفلسطينيه راح تقوم ضمن الاربع سنوات اللي راح يكون امامنا. يعني هل هذا الحل راح يكون على الارض؟ ما الاكيد انه راح يكون في دويله نسميها هيك دويله فلسطينيه، بس يعني اذا تطلع بالعالم تشوف انه في 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 من هال في من الامثال يعني مفهوم حتى نعم. مثلا بروما مثلا دكتور جاك يعني الفاتيكان العلوم السياسيه مفهوم دوله ذات سياده وذات حدود وذات ارض راح يكون في دوله بدون سياده. ليش بدون سياده؟ ولا اذا كان اعترفت فيها امريكا واعترفت واسرائيل تعترف فيها هي صارت دوله. كيف يعني كيف فيك تقول انه هيدي مش دوله؟ اذا كان انا بعترف انه هيدي الدوله الفلسطينيه موجوده، هيدي شعب فلسطيني، والشعب الفلسطيني في عنده علم فلسطيني، في عنده برلمان فلسطيني، في عنده كل شيء موجود، اهلا وسهلا. هيدا اللي حسب الخطه، وهذا هو هيدا هو النقد اللي اليمين المتطرف باسرائيل طالب نتنياهو انه ما يتعرض ما يقبل هالشروط هاي. طيب هيدي مشكلته. طيب تريد تعريف لو سمحت. طيب دكتور نصير تفضل وبعدها الشرقاوي. يعني تريد إعادة تعريف الدولة، الدولة حسب أوسلو وحسب التفاهمات الإسرائيلية الفلسطينية والمجتمع الدولي الذي قبل بالعملية السلمية، قبل بأن يكون هناك أرض للفلسطينيين وأن تكون هناك حل الدولتين. اليوم أنت تريد إعادة تعريف الدولة وتقول بأن الدولة لا يجب أن يكون فيها يعني أرض ولا سيادة ولا هوية ولا حتى يعني القدرة على أن تكون دولة. من وين جايبها؟ حطينا على الأرض، حطينا بالبرنامج أنه كل الأراضي الفلسطينية حتى عاطينهم أراضي من إسرائيل حتى تكون تنضم بالدولة الفلسطينية. من وين جايبها هيدي يا أستاذنا؟ جايبها من الخارطة التي يؤشر إليها نتنياهو. هذه الخارطة التي يعيش فيها 600,000 بأوسلو ما كان في اعتراف بدولة فلسطين بالمرة. 600,000 بالمرة، 600,000 مستوطن إسرائيلي، مستوطنات. كيف تكون هذه موجودين دولة؟ على 5% هذا يعارض موجودين على 5% من الأراضي يا أستاذنا. 5% على الأراضي، ولكن هذا يمنع قيام دولة فلسطينية وهوية للشعب الفلسطيني. طيب دكتور جاك، كيف لا يمنع؟ طيب. مدام أنه لا يمنع يعني اسمح إذا يعني اسمح للفلسطيني أن يعيش في حيفا بأوسلو لا يمنع وتكون أنت دولة أيضا. دكتور نصير، دكتور جاك تفضل. دكتور شرقاوي عقب. مع احترام للضيف الاستوديو، لسنا بصدد أننا نخرف، ننطلق من واقع وننطلق من استراتيجيات. وإذا اتبعنا منطق الضيف في الاستوديو، يبدو أن علينا أن نلغي كل نظريات الدولة منذ ويستفاليا عام 1648. بمعنى آخر، حسب قوله، يكفي فقط أن يعترف البيت الأبيض ومكتب نتنياهو بأن هناك دولة في الخيال فليقتنع بها كل العالم، بمعنى صنيعة وهمية. فكفى من هذا التضليل الأيديولوجي. ليست هناك دولة فلسطينية في صفقة القرن بأدنى أي معايير علم السياسة في قيام الدول، سواء في الشرق أو في الغرب وفي كل الثقافات السياسية. إذن حقيقة أن نحاول أن نبيع هذا المشروع ونحن نعلم أنه لا يحقق دولة ولا يلتزم بحل الدولتين، هذا أعتقد نوع من الغراء غير المقبول. طيب دكتور جاك، يعني انت جلست في جلسات التفاوض دكتور جاك، حتى مع ياسر عرفات مع الفلسطينيين من 1936 كنت ترى ردود اليوم من 1936 لليوم، كل مره كان في تقسيم، كل مره كانوا العرب قالوا لا واسرائيل قالت ايه. نعم قالت لا. ذات الشيء اليوم، الآن اليوم في فرصة ذهبية إنه خذوا الموجود وبعدين خلينا يكون هذا اساس للنقاش للمفاوضة مع اسرائيل. بلا ليش الرفض التام؟ ليش الرفض؟ على شو الرفض؟ بدك تفوض على حقوقك، اهلا وسهلا، تفضل نقعد على الطاوله نقعد ونتناقش. هلا دي قايلين انه باصله كان في اعتراف بدوله؟ ما كان في اعتراف بدوله. شو كان اخر خطابه لرابين؟ اخر خطابه قال له انا مستعد اعطي الفلسطينيين حكم ذاتي بلس ودوله ماينس. هيدا كان اللي اكثر شيء قاله رابين. طيب اذا كان هناك اراده لدوله فلسطينيه تبتعد القواعد الاستراتيجية الإسرائيلية من تجمعات الفلسطينيين، فلنلتزم بمبدأ الأرض
للفلسطينيين كما هي للإسرائيليين، بمعنى التساوي في تقسيم الأرض وليس التحايل على مواقع استراتيجية نحافظ بها على الإسرائيل ونمنع الفلسطينيين منها. حتى موضوع القدس الآن هناك نوع من سوء تقدير أن هناك مواقف عربية. يا أستاذ الكريم، أنا تفاوضت مع أبو عمار. أبو عمار قال لي وين بدك تحط الأنتين تبع إسرائيل على القرنطال؟ أهلا وسهلا، خدوا الجبال أنتو. هذا اللي قال لي أنا أبو عمار. شو عم تخبرني أنت قصص؟ لا يا سيدي، لا أخبرك قصص، أنا أتحدث بمصر أزمات وكيف الخروج منها. إذا لم تكن هناك اتفاقيات حقيقية وتقبل الشروط الأطراف كافة سواء كانت أطراف مباشرة. تفضلوا على الطاولة، تفضلوا تفاوضوا، أهلا وسهلا، تفضلوا على الطاولة، ما تقولوا كل الوقت لا مش على كل شيء. أهلا وسهلا، هذا الموضوع لكن لم يبقى لي الوقت. أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة جورج ميسن في واشنطن، دكتور نصير عمر أكيد أردت التخيب ولكن أعتذر لم يبقى لي الوقت، الكاتب والمحلل السياسي من استديوهاتنا في نيويورك. أشكرك دكتور جاك نرير المستشار السياسي السابق، وأشكر ضيفي عبر خط الهاتف سيد أندريه أنتيكوف الكاتب والمحلل السياسي الروسي من موسكو. مشاهدي الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذا المساء، نشكر لكم حسن المشاهدة وإلى اللقاء.